أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار أكد أن أجهزة الرصد بوزارة الصحة والأجهزة المعنية بقطاع الطب الوقائي رصدت منذ 11 سبتمبر الجاري تردد حالات على المستشفيات بمحافظة أسوان. وخلال مؤتمر صحفي أوضح عبد الغفار أنه تبين أن معظم الحالات جاءت من منطقتين بأسوان، مشيرا إلى أن معظم الحالات مصابة بنزلات معوية حادة. الحقيقه الموضوع بدا من يوم 11 سبتمبر لما رصدنا من خلال اجهزه الرصد في وزاره الصحه والاجهزه المعنيه من قطاع الطب الوقائي ان في بعض الحالات بيتم ترددها على المستشفيات في محافظه اسوان، محافظه تحديدا في مستشفى الصداقه التخصصي، مستشفى المسله، مستشفى الجامعه، ومستشفى دراوه. الاربع مستشفيات احنا عندنا نظام ترصد مركزي بيتم الابلاغ عن اي حاله بيتم فيها نوع من انواع الزياده، وبالتالي من يوم 11 سبتمبر لحد النهارده لقينا ان معظم الحالات اللي جايه من منطقتين في اسوان، منطقه اسمها ابو الريش ومنطقه تانية بعض القرى المحيطه بدراو. الحقيقه من خلال التعامل مع الحالات اللي احنا شفناها اللي هي اغلبيتها حالات نزلات معويه حاده، ممكن تكون نتيجه تلوث في الطعام، تلوث في الشراب سواء داخليا او هم يعني تلقوا بعض انواع التي يمكن ان تؤدي الى هذه الحالات. من هذا التاريخ الحقيقه من 11 سبتمبر للنهارده اجمالي اللي دخل المستشفيات اللي احتاج ان هو يتردد على المستشفى ثم احتاج حجز في المستشفى 128 حاله، خرج منهم 22 حاله في تحسن، وبعض الحالات البسيطه موجوده تحت الرعايه المركزه نتيجه ان هم قعدوا فترات طويله